البساط أم الحياة؟ ما هذا؟ لقد وخمت إصبعها بها، هل تريدين التأمل؟ لذلك لقد كنت أسير للتو، لم تكن هناك علامات على وجود مشكلة. ثم فتيات، هل شميتم هذه الرائحة؟ لقد استحممت. لست أنت، أعني حورية البحر. هيا، أقصد حورية البحر، يعني سمكة. ضربة واحدة فقط وستحصلين على 4 وخزات. فقط اتركي هذا، سأفعل ذلك بنفسي. هل تريدون مني أن أفرقه؟ هل أفعل؟ ماذا بك؟ أنت لست شجاعة بدون موظفي والدتك. لماذا تظن ذلك؟ لقد حصلت عليه. إذا قررت القتال فلنلعب وفقا للقواعد. جمد الهواء. أوه، على الأقل لديك لا حاجة لاستخدام قبضة يديكم فتيات. إلسا، ليس من الجيد للأميرة حل النزاع بالقتال. أنت محقة إلسا، دعينا نقوم بحلها في المنافسة. دعونا نواجه التحدي. أيتها المراءة، ما هي المسابقات التي تقام في المدرسة الآن؟ مرحبا، أنا أليس. تقنيات الوقت الحاضر. أليس، ما هي المسابقات التي تقام عادة في المدرسة؟ مسابقات الطهي. التالي. عبر الإبرة. التالي. توقفي وقوليها مرة أخرى. مسابقات الطهي. حسناً، هذا ما نحتاجه. فتياتي، سيتحدانا الأميرات. سنريكم ماذا سنفعل بكم أيها الأميرات. لقد ذهبوا، كم هم حمقى، يعتقدون أننا سننافسهم. أيها الأميرات، لا تقلقوا، سأجعلكم محاربين حقيقيين. دعونا نذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ستمتلئ أجسادكم بالعرق. مرحبا يا رفاق، سوف تساعدنا إعجاباتكم. تأكدوا من إعطائنا الكثير من الإعجابات. هيا فتيات، اتبعوني. مع من كانت تتحدث؟ هل أنا الوحيدة التي تخيفها؟ لا، فتيات اتبعوني. أليس هذا الزي كاشفا للغاية؟ لا لا بأس، أنا بخير. أنت تمشين دائما هكذا، كيف يسمح لك علاء الدين بالذهاب هكذا في نزهة؟ لدينا نظام أمومي. الصمت أميرات، انظروا إليهم، إنهم أفضل بكثير. فقط قوموا بإلقاء نظرة على تدريبهم. 102، 103، 110، 115، 112، 152، 160. حسناً، لا عرق على الإطلاق. سحقاً لهذا. يجب أن يتمتع قائد المشجعين بقدرة تحمل جيدة. رابونزل، اذهبي إلى هناك، دعينا نعرف قدرتك على التحمل. بسرعة بسرعة، أسرع. اللعنة، أعتقد أنني كسرت ساقي. لا، هذا لا شيء، لحظة واحدة. هيا
يجب أن يكون المشجع قادراً على تكوين شخصيات مختلفة. دعونا نصنع هرماً. أحسنت، يجب أن تبقي في هذا الوضع لمدة دقيقة واحدة. أوه لا، إنها تتعرق. لا لا لا، تتعرقي، لا تتعرقي أريال. لا لا لا، سوف نخسر وسأعود إلى قلعتي الجليدية. فتيات، لا نستطيع أن نغفل إلسا، دعونا ننتقل إلى التدريب. نعم. واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. انظروا فتيات، الخاسرون يتدربون. هيا يا رفاق، دعونا نريهم كيف يمكن تحريك الدواسات. مهلا، تراجعي. حسنا حسنا. شاهدوا فتيات. هيا ابذلي مجهود أكثر. تمرين اليوغا سيكون أكثر أماناً. نعم، دعونا نفعل ذلك. أمن خاصتي. أوه، هؤلاء هم لنا. حسناً. البساط أم الحياة؟ ما هذا؟ لقد وخذت إصبعها بها، هل تريدين التأكد؟ لا لا لا، حسناً خذي هذا. أليس هذا ملكوكي؟ لذلك أنا أخبرته بهذا. توقفي عن الكذب وواصلي التمرين. هل أنت متأكدة من ذلك؟ أنت لا تمارسي، لا تشتت انتباهك، قومي بعمل ما. لمن هذا البساط؟ أوه يا إلهي، إنها معركة.
دعونا نفعل هكذا، وأيضا هكذا، وهكذا أيضا. نعم، وهكذا. أنت نحلة، لدينا عرض لك، قولوا ما تريدون. دعونا نحل هذا الخلاف، نحن نتحداك، من يقوم برمي المزيد من الكرات في السلة بعشر دقائق فقط فسيكون هو الفائز، ومن يخسر يترك التشجيع. موافقون. جيد إذن، اجعليهم يتألموا. حجر ورق مقص، حجر ورق مقص. هيا قومي بركلها بقوة. حظا سعيدا. أوه، عن طريق الخطأ. دعيني أساعدك. زهرة وبريق وتوحش. أساعد. زهرة وبريق وتوهج. 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 زهرة وبريق وتوحش. لا أنظري، الآن دورنا نحن. ماذا؟ اللعنة. نعم فتيات، شخص ما أخطأ. هذه ليست خرافة، لن يفوزوا. فتيات إنه وقت القتال، لنذهب واحدا تلو الآخر. قفازات يا جني، أحتاجهم. قضاء الليالي خارجاً، يجب أن تعلمي هذا الآن. هيا لنغادر فتيات.